الواحد إنه مو بس حتنتهي، راح تنتهي الكلية، بكرة بنتهي الاختصاص إن شاء الله، وبتعد السنوات بإذن الله تعالى، يعطيكم ويبارك لكم في العمر. والحياة كلها أصلا رحلة نحن فيها ننتظر إيش المحطة الأخيرة. إذا على قبيل المحطة الأخيرة حنتكلم بعد ما يعني استعرضنا مع بعض وحاولنا قدر الإمكان يعني إن ندف أو نوجه دفة المادة باتجاه قدر الإمكان بالاتجاهات التطبيقات السريرية، واستعرضنا ابتداء من تاريخ الأورام وإحصائيات وبائيات ونظريات النشوء وكيفية الأورام وشوءها والواسماء والمنشطات والكابحات، وأمثلة عن انتشار الأورام وأشياعها أكثرها. نسأل الله لنا ولكم الحفظ والسلامة أشياع انتشارا. وبدينا بالحديث وتحدثنا عن بعضها وحكينا عن العلاجات والجراحي والخيارات، وجراحي وشعاعي وكيماوي، وآخر شيء كنا مع المشوار الكيماوي اللي يعني ارتبط اسما وفعلا وخيالا وصورة عند الناس وعند المرضى. كيماوي مع الأورام وبكل يعني ما له وما عليه، قلنا في قبل وفي بعد، في نيو أجيفنت في أجيفنت، وشفنا يعني كل الأمور بتدور وبتلف، وإنه لأنه أصلا سبحان الله إلى الآن لم يأذن الله سبحانه وتعالى أنه يصل لموضوع الأورام إلى مرحلة يعني معرفة دقيقة بسببه المباشر والنشوء وعلاج تام شافي كافي وافي، وإنما ما زالت يعني الأمور تدور حوالي كشف مبكر ومحاولة يعني التسابق مع هذا الانتشار السرطاني، وبالتالي قرارات العلاج شفنا وحنشوف شلون هي يعني تكاد صحيح قاعدة عامة بالطب، إنه نحن نتعامل مع مريض ولا نتعامل مع مرض، وإنه كل حالة مريض تختلف عن الأخرى. وهذا بموضوع الأورام يعني بينضرب بألف، لأنه بالفعل ما في يعني لا حالة ولا علاج، حيكون نفس الآخر، وإلنا المختصين يحارون ويعقدون المجالس والتيومر بورد ومجالس الأورام من أجل يعني وضع الخطط والعلاج. ومنا أيضا بعد ما يأتي بعد العلاج الكيماوي تحدثنا عن أنواع الأجهزة اللي بيستخدموها، وهل في وقاية من هذا الأمر؟ الحقيقة بتتكرر كثير، حتشوفوا بالطب، حكينا بالكيماوي وهلا بالشعاعي، إنه حتشوفوا الاكتشافات اللي بتصير، اللي اكتشفوا فيها علاجات أو اكتشفوا فيها أسباب، أو إن شاء الله إنه يصير فيها اكتشاف، اللي اكتشفوا بيكونوا عم بيقوموا بعمل، يعني مو جالسين إن ما عم يساوي شيء، عم يقوموا بأسباب بدعاء فعلي. إنه بتعرفوا نحن في دعاء قولي في دعاء فعلي. الدعاء الفعلي هو لما بياخذ الإنسان بالأسباب، هذا يسمى دعاء فعلي، إنه هو بيطرق يعني خزائن رب العالمين، حتى وهو رب العالمين يعني لما بيشاء إنه العلوم بدها تنكشف للإنسان
ما شاء منها بالوقت الذي يشاء، الوقت الذي يريد، بقى حتكون عن طريق أحد. بقى الناس اللي هن هدول شغالين وعم بيشتغلوا ويدوروا ويبحثوا، حتى بتلاقوا إنه هن بيستخدموا كلمة الصدفة، إنه هو ما كان ماشي بهذا الاتجاه عم بدور على هذا الشيء بالذات، ولكن كان عم بيدور، عم بيشتغل، عم بيبحث. مثل المثال الشهير تبع الصادات الحيوية، يعني بيعملوا اختبارات وحاطين الجراثيم وكذا، وإذا بيشوفوا إنه على هاي المادة لما بيستخدموا مواد مع الوسائط الاختبارية اللي محطوط فيها بكتيريا، إنه ليش البكتيريا عم تبعد عن هاي المواد، في بكتيريا عم بتموت كذا، وإذا يعني بيطلعوا شو القصة، وبيطلع معهم الموضوع إنه الصادات الحيوية. وهون بتشوفوا إنه اكتشاف رونجي للأشعة السينية بيقول لكم كمان كان بتوافق، يعني هن بسموها صدفة، هي ما في شيء بالدنيا صدفة، في توافق. يعني في عمل، في ناس يعني عم تشتغل تقوم بما عليها، ولما يشاء الله إنه يأذن إنه عن طريق أحد يهيئ الأسباب، تلاقي اكتشف إنه هي الأشعة السينية واللي أظهرت صورة يد زوجته. وطبعا ما زالوا محتفظين مثل أمور هي الأمور، يعني يحتفظوا فيها بالمتاحف. أيضا يعني تاريخيا النشاط الشعاعي تقريبا هذا كله يعني بنهاية 1800 وكذا، بداية القرن التاسع عشر، ماري كوري، مدام كوري، الزوجين كوري أيضا كانوا عم بيطبقوا اللي اكتشفوه هن من ناحية الأشعة التشخيصية. إن شاء الله إنه الزوجين كوري يكتشفوا التأثير اللي ممكن تعمله. طبعا هي بالأول مو علاجي، ولكن لما شافوا إنه شو عم بيساوي على الخلايا، والصورة بتشوري إنه شو عملت هي العناصر المشعة من آفات وحروق جلدية وعلى الخلايا، وبدت منا فكرة إنه ممكن الأشعة تؤثر على الخلايا، مثل ما حكينا ببدايات موضوع العلاج الكيماوي. إذا ما زال بتأثر على الخلايا، ومن هون في عندنا معضلة هاي الخلايا الورمية المجنونة اللي عم تتكاثر بدنا أي شيء يموتها. فمن ما زال موت الخلايا السليمة عندها موت خلايا ورمية، ومن هنا يعني تطورت فكرة استخدام موضوع الأشعة. ولا يعني سبحان الله طبعا، وهو يعتبر يعني اكتشاف يعني اعتبروه فتح بموضوع يعني العلاجات، لأنه كانت وما زالت موضوع معضلة معالجة الأورام، وإلى الآن تنتظر. لعل الله يعني يهيئ على يدكم، وطبعا الله كريم، ما في شيء بعيد عن رب العالمين. مثل ما كانت في أمراض كانت قاتلة وكانت تشبه الأورام حاليا من ناحية إعجازها لموضوع العلاج، ولكن إن شاء الله وأصبحت يعني تعالج وكذا. إذا لسه الأمر، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. يعني وحكينا من الأول إنه لسه قديش هذا المجال يعني تجرى فيه أدق الأبحاث، ويعني أموال ضخمة تدعم بها الأبحاث بهذا المجال لمحاولة مساعدة هذا الجانب، اللي يأخذ يعني من ميزانيات حكومات صحيا واجتماعيا وعلى مستوى من أصغر شيء بالمجتمع، من الفرد لأسرته لمحيطه لعمله لبيئته، لتأثير هذا الموضوع على الصحة وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد ككل. إذا يعني حديثنا عن الأشعة، بدنا نعرف نحن كأطباء المستقبل بإذن الله إنه الأشعة بتنقسم لأشعة تشخيصية
وصار مثل ما قلنا بعد ما يعني طلعوا بهذا الأمور، صارت الأشعة مو بس تشخيصية، كمان في أشعة علاجية. طيب هاي الأشعة العلاجية كمان حنشوف إنه تتقسم لنوعين، وهذا من المعلومات المهمة يعني للطبيب العام طالب يعرف إنه في شيء إنه أشعة علاجية خارجية وفي أشعة علاجية داخلية. شو يعني خارجية؟ يعني بيكون المصدر أشعة من الخارج، يعني خارج الإنسان عم يتعرض له مثل كأنه بيتعرض لجهاز التصوير. شلون الأشعة التشخيصية بتصور المريض، وهي العلاجية الخارجية كمان نفس الكلام، من الخارج بتعمل تأثيرها، من منبع خارجي بتعمل تأثيرها العلاجي، لأنه بالمقابل حيكون عندنا الأشعة إيش الداخلية. هلا هاي الداخلية شو بتفرق عن الخارجية؟ إنه هون ضمن الأجواف، طبعا أشهر مثالين على الموضوع هو ورم سرطان الرحم وسرطان عنق الرحم وسرطان البروستات. بالأجواف تدخل بيدخلوا يعني منابع للعلاج الشعاعي من داخل، طبعا أوضح مثال عليها لما بيدخلوه بالرحم، وبالتالي بيعطي أو بيدخلوه بعنق الرحم، وبالتالي بيصدر الأشعة المطلوبة وبيعالج من الداخل. هون سموها علاج داخلي. طبعا الأجهزة كمان مثل تاريخيا مرت بتطور، مثل ما حكينا من نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، تطورت الأجهزة تباعا. طيب هلا مثل ما قلنا هنن، بما انه تسمية المادة علم الأورام الجزيئي، مشان هيك دائما بتشوفوا انه عم بيبدو لكم يعني من البيزك، يعني من معلومات تفصيلية أساسية للأمور، شلون عم تجي بالنسبة لهذا الموضوع من ناحية سواء الأورام أو من ناحية علاجاتها. طب هلا لما بنحكي على علاج الأشعة، شلون ساووا هذا الأمر؟ شلون تم؟ طبعا هلا هون هتيجي الفيزياء من يعني منسياتكم أو من مذكراتكم بالفيزياء، إنه في عندنا الذرة، لما نحكي عن أشعة يعني طاقة، أشعة من الجزيئات، معناته بدنا نشوف من وين جاي، من النواة. طب النواة بنشوف، تتذكروا هي النواة فيها بروتونات ونيوترونات، وحوالين النواة في الإلكترونات، وهي بتساوي الذرة، كلها مع بعضها بتساوي الذرة. الإلكترونيات طبعا من نافي القول إنه هي سلبية الشحنة، بينما البروتونات موجبة والنيوترونات معتدلة. وإن البروتونات مع النيوترونات هي اللي بالنواة، بيسموها أحيانا النيوكليون. أيوة، إذا الذرة مثل الكون، يعني بيقولوا دائما تسمعوا من الذرة إلى المجرة، يعني الإعجاز الخالق العظيم كما تجلى بالمجرة، كمان أيضا خلق بالنسبة إلى المجرة مثل خلق الذرة. وبالتالي يعني مثال على كل ما يدور حوالينا، من نحن ونحن رايحين، وكل الذرات بما فيهم في خلايانا، ما في شيء يعني كله يدور وكله في حركة مستمرة، حتى الذرة، ابتداء من الذرة اللي هي المثال المصغر اللي فيها هاي الإلكترونات تدور حوالين النواة وتكون في وضع مستقر. وهيك وأنتم رايحين من أصغر شيء لأكبر شيء، والشحنة تكون متعادلة، فيها الشحنة السلبية مع الشحنة الإيجابية. طيب من وين معناته بده يجي هذا الراديشن، هذا بتشوفوا الإشعاع؟ الإشعاع عادة بده يكون عن طريق طاقة، الأشعة تأتي من الطاقة. طيب والطاقة شلون بدها تجي؟ هي بقى على شكل أمواج أو جسيمات عالية السرعة. وهون عندنا نموذجين هامين بدنا نعرف إنه في من الأشعة
ما يسمى بغير المؤين، وهي غير ضارة كما بتساوي شيء. وأشعة مؤينة هي لا ضارة وإلى تأثيراتها، وحنشوف شو يعني. طب شو هذا التأيين؟ قال التأيين هذا إنه هي الذرة اللي حكينا عليها، واللي هي بوضع مستقر بتوازن مستقر، وفيها الكترونات حول الدور حوالين النواة، والنواة اللي فيها نيترون وبروتون، إيه هذا بيجو بدون هالالكترون المستقر لما ينتزع من مداره ويغادره وهو سلبي الشحنة، حيخل بالتوازن، الذرة حتصير موجبة بعد ما كانت متوازنة. طيب هلا حنشوف هذا شو حيصير. الأنواع الأشعة الأساسية لأنها غير مؤينة غير مشردة، هي ما فيها شيء، هي الموجات تبع الراديو والميكروويف تحت الحمراء، الضوء، معظم الأشعة فوق البنفسجي. أما المؤينة هي اللي فيها طاقة، واللي هي بيصير فيها نزع الإلكترونات مثل ما عملنا من الذرات لحتى تصير مؤينة. مؤينة يعني صارت في شحنة، كانت أول شيء متعادلة شحن النواة، لما نزعوا هالإلكترون صار في تأيين، عشان يسموه أشعة مؤينة. إيه طيب، حتى المؤينة منقسمة، قال خلينا نقسمها، في كهرومغناطيسية وفي أشعة جسيمية. مثل شو الكهرومغناطيسية؟ مثل الأجزاء من الأشعة فوق البنفسجية، والسينية وجاما. السينية هلا حنشوفها اللي هي إكس راي، يعني تصوير تبع التصوير. إذا سينية وجاما هي من الكهرومغناطيسي. أما الجسيمية هي ألفا وبيتا بروتونات ونيوترونات، هي كل الأشعة جسيمية. شو بيصير؟ عشان نفهم الموضوع، مو بيقول الواحد إذا تعرض للأشعة أشعة الشمس أشعة كثير فترة طويلة، لأنه أشعة الشمس هي كل الأطياف، في منها في أشعة فوق البنفسجي، في ألفا وبيتا وفي ني وجاما، وبيقولوا كمان إنه ممكن إيش تعمل سرطان جلد، تعمل أورام بالجلد. نعم، إذا هذا مشان نفهم إنه شلون الأشعة لما تتعين أشعة معينة بصير لها تأثير. طيب أنت كنت عم تحكي لنا، عم تقول إنه هي علاجية، شو هلا عم تقول هاي؟ هلا حنشوف ليش، لأنه هي إنها إذا بتذكروا من البداية إنه هم أصلا إجت قصة إنه يستخدموه بالعلاج من وقت ما شافوا تأثيره القاتل للخلايا، تأثيره المؤذي للخلايا، وحتى تأثيراته إنه ممكن تعمل طفرات، تعمل أورام. خلوا هاي على جنب، نرجع هلا. إن الأشعة السينية هي الأشعة التصوير البطيء الإكس راي، يعني هاي لو تبعت بكرة تبعت واحد يعمل صورة صدر عادية، يقولوا هي يقولوا على الواقف أمامي خلفي، أو شاكين بكسر الرجل، تصوير ساق، تصوير عادي هذا، أو تصوير اليد مشان الكسور والعظام، وهي الإكس راي العادي، هي اسمها الأشعة السينية، ونفسها تستخدم بالطبق المحوري سي تي سكان، هي كلها أشعة سينية. وفي أشعة جاما، هلا هن نفس الترتيب بس السينية صنعية، أما الجاما حيبتدي بجوا من عناصر طبيعية بتعطي هذه الأشعة. إذا سينية وجاما نفس الترتيب، ولكن واحدة صناعية وواحدة طبيعية. طبيعية شلون طبيعية؟ في طبيعية، ما نحن حوالينا كله إشعاعات، نحن عايشين كله بإشعاعات، حتى يعني يكاد يقولون إنه ما في شيء إلا حواليه هالة من الأشعة، من إنسان، من حيوان، من جماد، من نبات، من كذا، كله في حواليه هالة رأيناها، رأيناها أو لا نراها. ومن هون الكرة الأرضية أصلا في أشعة، أشعة مختلفة، من أهم الرادون، الشمس، نقول أشعة الشمس، نحن نقول والله هلا بالشتاء يا سلام ما في أحلى من أشعة الشمس، بيقعد يتدفى عليها الواحد يستمتع، ويدور عليها دواره، ويروح يدور وين في مكان فيه أشعة شمس، ويقعد أحسن من 100 مدفع. الطعام له هالة شعاعية، الكواكب تصدر أشعة، حتى الإنسان نفسه.
طيب هذا الرجل اللي إنه بالتوافق طبعا، إنه ما في شيء بالصدفة، الله سبحانه وتعالى لأنه كان هو عم يبحث ويدور جعل له إنه تطلع معه الصيد صورة اللي شاف إنه إيد زوجته والله مصورة طالع كل شيء والعظام وهذا، واحتفظوا فيها حطوها المتحف، وهي إلى الآن هذا مبدأ الأشعة اللي من الإكس راي، كله هذا أشعة بالإسعاف بالهذا، بعتوه على أشعة، بعتوه خلينا واحد هلا شاكين صدره بالرئتين يكون عنده كورونا، بيقولوا له ساوي صورة صدر، طرق إيده طرق رجله، بعتوه ساوي صورة للساق صورة للساعد، هذا كله هذا جاي من الأشعة الإكس راي. طيب شلون هي اللي تتولى الأشعة السينية؟ قلتوا هاي صناعية في ما يسموه بالفرملي، بواسطة أنبوب أشعاعي، وهي اللي بتطلق الطاقة يلي بتعمل لي هاي الأشعة السينية. شلون طيب؟ ما إنه هن يعني حابين إنه يمشوا معكم بالفيزياء، تذكروا معلومات الفيزياء، قال إذا نحن هاي الذرة إذا أطلقنا حزم الطاقة باتجاه الذرة، النواة إيجابية بدها تجذب هاي الحزمة، بتغير الأشعة مثل ما شايفين بالصورة، بتغير الأشعة اتجاهها، بيؤدي تباطؤ حركته، فالفق الطاقة. الفقدان الطاقة بتعرفوا تبع الطاقة تبع لا تفنى، هذا مبدأ تبع الطاقة لا تفنى ولا تتولد من العدم، إنه أي تغيير هذا على مستوى بالذرة، ليش يعني من إلكترون بروتون، ونفس المبدأ على فكرة بحركة الكواكب، نفس يعني هذا المبدأ اللي عم يصير بأصغر مكون إن صح التعبير، هو اللي بيتحرك بكل شيء، من أبدان الأجسام الصغيرة للنباتات الحيوانات للإنسان إلى الكواكب إلى المجرات، كله على نفس المبدأ بهي الحركة وهي الدوران وهي اختلاف الشحنات، وهذا على فقد طاقة وكسب طاقة وهكذا. طيب قال هذا في كمان أشعة مميزة للمدار، إنه حزمة الطاقة تصدم الإلكترون الموجود على مدار حول النواة، فيصبح هذا الإلكترون قادر على مغادرة مداره. ودائما بالمبدأ تبع الفيزياء تبع إنه الانتقال من مدار أعلى إلى مدار أدنى يفقد طاقة، كمان شو بيعطي أشعة، بيعطي طاقة هي اللي بتشكل أشعة سينية، وينتقل الإلكترون بالتسخين من مدار أعلى لمدار أخفض فتصدر منه طاقة. نتذكر قصة التسخين كمان حنرجع لها بعدين. إذا هذا التسخين ينقل لي الإلكترون من مدار أعلى لمدار أخفض تصدر منه طاقة، هي الطاقة هي أشعة سينية. طيب أنتوا عم تقولوا أنبوب، وهذا الأنبوب اللي بيشكل أشعة، طيب شو هو؟ أنبوب زجاجي، يعني عم يدخلوا لكم حتى بتكوين الأجهزة الشعاعية، إذا حدا يعني شاء الله اختص بعدين أشعة قد يعني مر على هاي الأمور بالتفصيل، وإذا ما يوما ما إذا مر على هاي الأجهزة بيتذكر إنه هاي شلون بتكون محطوطة. أنبوب زجاجي ما في هواء، بيسحبين منه الهواء في قطبين، بالأول وشيعة التسخين، شفنا إنه التسخين مهم بهذا الموضوع، التسخين هو اللي بيحرك الإلكترون. الطرف الثاني في المادي اللي هي المستهدفة اللي بدها تصطدم فيها حزمة الطاقة وتشكل الأشعة السينية بكمية تناسب مع حدث الأشعة، لأنه مثل ما قلنا أنا بدي طبعا في عندي أشعة تصويرية وفي عندي أشعة علاجية. إذا المبدأ تسخين الأشعة، إنه بتسخن الأشعة بتحرك الإلكترونات، خلص صرنا عارفين إن الإلكترون شلون عم يتحرك بالتسخين، لما بتحرك التسخين بيهبط بينزل من مدار لمدار، بينزل مدار لمدار بيفقد طاقة بتطلع طاقة بتعطي أشعة، خلص الحكاية موضوع بسيط. إذا وشيعة وهدف، وشيعة بتسخن تحرر الإلكترون بيغير مداره بيخسر طاقة بيعطي أشعة. طيب عند انطلاق حزمة الطاقة على الذرة، هلا هون طيب لما تلاقي شو حيصير؟
هلا في هون عندنا احتمالات، ممكن تصطدم النواة، ممكن بالإلكترون، ممكن بحد مدارة، ممكن نواة الزبا. وهذا مثل ما قال يكون هذا علم، هذا علم بحد ذاته. اي نعم، وله تفصيلات، يعني قديش هذا تفصيل. لسه بالفيزياء له يعني مباحث في ذلك، حدث ولا حرج. نحن على كل حال خذ مواصفات أعمى كده، نحن ناخذ اللي بهمنا من الموضوع. شو تأثيرات هي الأشعة على الخلية؟ عند تعرض الخلية للأشعة وإلها الاختلال بالطاقة في يساوي خلل، إن دائما الخلية في آلية ربانية. من البداية حكينا إنه لمحاولة إصلاح أي خلل، بصير عند أحد الحالات إما تصلح وتتابع عادي بيرجع كل شيء بكا، أو تتوقف عن الانقسام، أو تدخل بالموت الخلوي المبرمج. إلا لما يكون الأمور تحت السيطرة الآليات الربانية اللي موضوع على تسليح الخلل، يا بتوقف الانقسام، يا إذا ما حيتصلح، إذا ما يا بتصلح، يا إذا شافت ما حيتصلح بتدخل الخلية بالموت الخلوي المبرمج، خلاص هي ما بدنا إياها لأنه صارت تعبانة. أما وين المشكلة؟ هلا إذا تحولت الخلية وصار عندي بقى خلية ورمية تنقسم انقسامات عشوائي، والخلية تكون أكثر حساسية للأشعة بالطور M بدورة الخلية تبع الانقسام، وأكثر مقاومة للأشعة بالطور X. طب هذا شلون بتصير الأذية من الأشعة؟ الأذية طبعا بتصير على مستوى الحمض النووي، والإصلاح تبع الخلية شلون بيكون؟ بيكون عندنا 3 احتمالات مثل ما قلنا، يا توقف دورة خلوية، يا موت خلوي، يا إيش، تكاثر ورم. شو آلية عمل الأشعة بالمعالجة الشعاعية؟ هون بقى قالوا، مو أنتوا عم تقولوا الأشعة شفنا إنه بتعمل ممكن تدخل الخلية بموت خلوي، نحن هذا اللي بدنا، نحن بدنا هاي الأشعة تدخلنا الخلايا الورمية في الموت الخلوي المبرمج، هذا اللي بدنا. وهذا بصير بشكل مباشر تأثير على ذرات الدي إن إيه، تصطدم الحزمة الشعاعية الكهرطيسية أو أشعة الجسيمات المسرعة في الذرات، تنزع الإلكترون من مداره وتفككه كسر غير قابل للإصلاح، يخلي الخلية تدخل في الموت المبرمج، وهذا بالله. الغير مباشر بيكون ما يحيط بالدي إن إيه، مباشر على الدي إن إيه، غير مباشر ما يحيط بالدي إن إيه، وخصوصا جزيئات الماء اللي هي 70% من الخلية. في الخلية فيها سبحان الله نفس النسبة الموجودة بالكرة الأرضية، والإنسان في بجسمه هو مثال مصغر عن الكون، العناصر الموجودة فيه موجودة بالكون، ويقال إنه بنفس النسبة، نفس نسبة الماء، يعني نسبة العناصر وهكذا. طيب حزمة شعاعية تشريد تحريض جزيئات الماء تعطي جذور حرة، هاي الجذور الحرة هي اللي بتأثر على الدي ان ايه لتكسرها وتنهي هذا الخلية. إذا أول شيء، أول طريقة مباشرة على الدي ان ايه مباشرة، طريقة تانية لا، مو على الدي ان ايه، على جزيئات الماء اللي حوالين الدي ان ايه. جزيئات الماء اللي بتشرد تتحرك تعمل الجذور الحرة هي بتأثر على الدي ان ايه. إذا عادة هو هذا الأسلوب غير المباشر، لأنه هو المسيطر المعالج الشعاعي، هو الاحتمال الأكبر. إذا تأثير بشكل غير مباشر للأشعة على جزيئات الماء المحيطة بالدي إن إيه، تعمل لي جذور حرة، جذور حرة بتكسر لي الدي إن إيه وبتؤدي لموت الخلية. طيب طبعا كمان قايلين والله لا، ما اكتفينا هيك، بدنا يعني يكون يعني أكثر، بدنا هيك إن تتعقد الأمور شوي أكثر. كمان قالوا أنت بدي مستوى الدي إن إيه شو بيصير؟ بيصير عدم تجانس، وبالتالي بيصير خلل. عدم تجانس هو اللي بيعمل خلل، هو اللي بيعمل المشكلة.
أو بتفكك السلسلتين أو تغير كهربائية الـ DNA أو كسر مضاعف. يعني حتى أبي أقول لكم شو أنواع، مو قلت إنه في مباشر على الـ DNA أو غير مباشر على طريق الجزيء البقى في تأثير الـ DNA. يعني دخل لكم مرحلة أكثر إنه طب شو بيصير بالـ DNA، هي الاحتمالات إما بالأسس أو بالجسور أو بالتضاعف أو بال حكيتونا ودخلتونا بذرة وفيزياء وما بعرف شو، الكترونات وبروتونات ونيوترونات وكسر الـ DNA وكسر مضاعف. طيب شو الفعل البيولوجي؟ يعني شو هذا بيولوجيا شو ترجمته؟ هذا قال يا بيعمل لي أذية قاتلة، مثل ما إن هذا كسر مضاعف الـ DNA بيعمل أذية غير قابلة للإصلاح مباشرة، أو يعني تنقسم لك كم انقسام بتموت الخلية، انتهى الموضوع. إذا أذية تحت قاتلة معناتها ممكن الخلية تصلح نفسها. هلا في شيء بيصير أذية قاتلة كامنة، إيه هون تراكم هي الأذية القاتلة كامنة هي اللي بتعمل موضوع خلوي. فنيكوك راح حنشوف يعني بعد شوي إنه عادة المعالجة الشرعية بتتم يعني مو هيك جلسة واحدة مثل يلا، عادة على عدة جلسات بالتدريج. مشان إيش؟ كمان الحفاظ على الخلايا السليمة، نحن اللي بدنا بس الخلايا الورمية قدر الإمكان. مشان هيك هنشوف شو يعني أذية قاتلة كاملة، تتراكم الأذيات الدموية. طيب شو هالعوامل المؤثرة لهذا الفعل البيولوجي للأشعة؟ قال في حساسية، مو كل الخلايا وكل النسوج إلى نفس الحساسية دون يعني النسيج. مثلا النسيج الدموي حساس، الدم حساس للأشعة، أما العظمي لا مقاوم، العظمي العضلي مقاوم. الزمن، عشان هيك قلنا هلا كنا عم نقول إنه تجزء عدد جلسات، مدة كم جلسة، كم مدة الإجازة كل جرعة، بياخذ جلسه ممكن ياخذ اكثر، بياخذ جرعه ممكن ياخذ اكثر من جرعه، وهكذا. كل هي بتاثر نوعيه الاشعاع. قلنا في نوعين هون كمان، هي معلومات تتذكروها، انه للفوتونات الاورام العقيمه، الالكترونات الاورام السطحيه، فوتونات الاورام اورام عميقه، الكترونات الاورام سطحيه، فوتونات اورام عميقه، الكترونات الاورام سطحيه. الدوره الخلويه إن على حسب لما داخلت الأشعة كانت الخلية بأي طور، لأن الطور الام أكثر حساسية، الطور اس هو الأكثر تعقيدا. إذا هاي معلومات مهمة. طيب تأثير الأكسجين، كان الأكسجين سلبا ولا إيجابا؟ قال كل ما كانت كمية الأكسجين بالنسيج أكبر كان التأثير الشعاعي أقوى. هون كمان بيجي ليش معلومة مهمة سريرية، إنه دائما بيحاولوا إنه اللي تدخل على جلسات، اللي تدخل أو يدخل المريض الأورام على جلسة الأشعة لازم يكون الخضاب عنده عالي. يعني في التحليل الخضاب لازم يكون فوق ال 12، مشان هيك إذا كان عنده فقر دم أنيميا بيعطوه كاس دم. هاي معلومة سريرية مهمة، ممكن تقول كنت طبيب عام سأقول ليش؟ سأقول لك سأقول تحليل خضاب إذا ناقص لا بيعطوه. ليش عم بيعطوه؟ هلا صرت تعرف إنه بيعطوه دم، لأنه كل ما كان الخضاب أكثر من 12 كان تأثير الأشعة أقوى. معدل الجرعة، هل قلنا الجرعة هيليوم في الجرعة كيف وهذه؟ حرارة اللي حكينا، كل الدراسات بتقول كل ما كان في درجة حرارة، وخصوصا دراسات جرت على عنق الرحم، إذا درجة حرارة مرتفعة 42 هذا له نتائج إيجابية بقتل الخلايا الورم. والمشاركة، هلا شو هنشوف شو هي المشاركة. المشاركة إنه ما استخدم نوع واحد، يعني مو أشعة على واحدة. صار هلا من المتداول إنه استخدام المشاركة الشعاعية الكيميائية يسموها كيمو راديشن،
هي شاف إنه أحسن ما أعطي الأشعة لوحدها بعطي مع الأشعة علاج كيميائي خاص، طبعا جرعات خاصة، بيحسن السيطرة الموضعية على الورم وبيحسن البقية، وممكن يخليني إنه ما أقدر أعطي جرعات تعمل لي أذية على الخلايا السليمة، ومثال عليها سرطان الحجرة، نسأل الله لنا لكم العفو والسلامة والحفظ. المشاركة في الكيمو راديشن أعطي فرصة للعلاج ورم الحجرة أو سرطان الحجرة، ومتقدم بنفس الوقت نقدر طبعا بإذن الله إن نحافظ على وظيفة الحنجرة، وظيفة الحبال الصوتية ما تنعدم بالعلاج الشعري. ومن هون إجت إنه بعض الأدوية، العلاجات الكيماوية، طبعا مو كل الأدوية ممكن استخدمها بهذا المشاركة، في أدوية معينة وخصوصا مركبات البلاتينيوم، السيس بلاتين والفاي فلوروراسيل. نعم، وهون إجا إنه تسمية العلاج بالنسبة للأشعة والعلاج الشعاعي والعلاج الكيماوي في شيء يسموه علاج متزامن concomitant therapy، وهو اللي هو إن الكيمو راديشن اللي هو مشاركة العلاج الشعاعي مع الكيماوي. من يعني أهم الأمثلة عليه سرطان عنق الرحم، دائما العلاج الشعاعي أساسي بسرطان عنق الرحم وما بينعطى لوحده، طبعا على حسب المرحلة ممكن يعملوا جراحة، بيعملوا راديكال هيستريكتومي، يعني حتى يعني بسرطان عنق الرحم ما بيعملوا استئصال رحم عادي، يسموه استئصال رحم جذري، يعني بياخذوا الرحم من جذوره مع البريتوان مع ملحقاته مع اتصالاته بجدار الحوض وهكذا، يعني هيك بيسموه راديكال هيستريكتومي، يعني استئصال رحم جذري إذا كانت المرحلة تسمح على المراحل المبكرة. وحتى لو ساووا الراديكال هيستريكتومي بيتبعوها بأشعة. أما بمراحل متقدمة من 2 آه أو أحيانا في من 2 بي خلص ما بيعود الجراحة، ما عاد لها فائدة لأنه ما حتحسن تاخذ فريزون، يعني قد ما أخذت الجراحة ولو ساووا الراديكال ما حيكون عندك مساحة حرة من الورم، وبالتالي مشان ما تتحمل المريضة السايد افكت، وبالتالي في الآثار الجانبية لعملية كبيرة تعتبر الراديكال هيس. إذا بتيجي الأشعة نرجع نقول معناتها إما جراحة وبعد منها أشعة، أو من الأول أشعة والأشعة بعنق الرحم ما تعطى لوحدها وإنما بتنعطى كونكيميتنت يعني كيمو راديشن بيعطوها، وهي عم تاخذ الجلسات العلاج الإشعاعي بمرقوله مع السيس بلاتين، ونفس الكلام بالحنجره وبالراس والعنق المستقيم. اما المتلاحق شو يعني؟ انه لا، ما الإشعاعية لحالها وكيماوية لحالها منفصله، ما له علاقه ببعض، لا كونكيميتنت ولا ما لها. هلا في هيك اصطلاح يعني تسميات لك ساندويتش ثيرابي، كلمة ساندويتش يعني بتستخدم كثير بالاستراحات لما يكون ايش؟ بيدخلوا شيء بين شيئين، في حتى موضوع البريك باد نيوز يعني بالاورام، مثلا عم نحكي بالاورام، كمان من احد طرق البريك باد نيوز عشان توصيل فكرة.
السلام عليكم، راح الصوت عند الكل ولا عند صوت. اي والله كأنه راح صوت عن الكل. في مع الدكتور على الواتس له اتصال. ايه يلا كبار. ايه يلا حكى عم يقول لي كأنه فصل. ايه رح رد يدخل مرة ثانية. يلا النشاط على ما يبدو. والله كأنه راح الدكتور الله أعلم. مش بصير عنده نت وبر نت اليوم ما أعرف. هذا مشكلة، هذا البرنامج في مشكلة سيئة إنه بيضطر بيعرض الشاشة الكمبيوتر كلها. ايه دكتور، في مشاركة شاشة وفي مشاركة ملف لهيك. وين صحيح مشاركة، أحيانا وين مشاركة الملف؟ هي ما بيطلع دائما عندي مشاركة الشاشة، وهي هي مشكلة. إن شاء الله بكرة حاطين كل الأسئلة
تطلع الأسئلة عنكم كمان. هي والله تطلع بالتسجيل. ما في مشكلة بالموضوع. الأسئلة بالزوم الأسئلة، معلش ها خليها تطلع. ثقة، لا ثقة تامة. يلا معلش، بس بالزوم بالنسبة لهذا الموضوع التعامل أسهل يعني. حتى يعني بالزوم أنا بشوف الطلاب، وحتى يعني عادة بالمحاضرات أنا بسمعكم، بضطر أنا على طول بتكلم. بالزوم بيكون طالع عندي وأنا ما لازم أسأل وجاوب، بصير مشاركة. بس ما بعرف ليش هذا البرنامج هو دكتور والله نحن هذاك كان مدفوع، وهذا يعني ما في مشكلة ساعة وساعتين، وزائد يعني أضعاف النت هذا أحسن من الزوم، وصاير برنامج يعني من ميداد هي اللي إنه يعمل على أساس الكلية تقنيا، فهن مثل جبرونا في هذا البرنامج والله. هلا صحيح. هي ميزة وزائد انه أي فيديو موجود عنا إنه محفوظين عنا كلياتهم كملفات كصوتية أو ملفات إلكترونية PDF كله موجود كمان، يعني هي ميزة المنصة كمان. يعني بنتكلم بعدنا نخلص المحاضرة بنتكلم على هذا الموضوع. هو صحيح له ميزة انه قصة انه المدة، بس يعني بالمقابل عم بيروح في امور تانية قد يكون إلها، بس ما بتطلع. يعني انا عندي ما بيطلع غير مشاركة الشاشة وتطلع مشاركة وبعد ما بيطلع الباوربوينت بنضطر نحط الباوربوينت. ما بعود بشوف يعني لا مين موجود ولا غيره. على كل حال خلص محاضرة وبعدين نتكلم إن شاء الله. إذا كنا عم نحكي عن المشاركة، الهدف من المعالجة الشرعية إعطاء المريض الشرعة المناسبة مع أقل أذية طبعا بالحد الأدنى، بحيث إنه يتم عندنا حالتين، إما إنه يكون يعني استئصال الورم أو تحجيم وتصغيره إذا كان نسائي، بعدين الجراحة إذا ممكن في إمكانية، طبعا تحسين نوعية الحياة من ناحية الأعراض، إطالة مدة البقية. هلا طبعا أي ورم مثل ما قلنا على الورم، أول شيء لازم تصغير، بعدين التشخيص، تشخيص لازم نو ميت نو إيت، لازم ميت لازم خزعة تاخذ من عينة مع التحاليل، وبعدين تحديد المرحلة بعد تحت المرمى المرحلة إن بالتيومر بورد إن بيحددوا طريقة العلاج وقصد المعالجة وش لما تكون، لأنه في قصدين للعلاج بمقصدين، في قصد بيكونوا يعني معتقدين إنه ممكن الشفاء بإذن الله تعالى، وفي لما يكون في انتقالات طبعا العلاج الشعاعي خصوصا مع الانتقالات، وإنه العلاج الشعاعي هو موضعي فبيكون تلطيفي مشان تخفيف الأعراض. دكتور ما في صورة. ما في صورة، في صوت؟ شو؟ دكتور في صوت طيب مشاركة الشاشة شو طالع عنكم؟ شو الشاشة اللي طالع عنكم؟ ما طالع أبدا، ما في مشاركة أبدا. ما في طالع شيء؟ أنا ساويت لا مشاركة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه دكتور هلأ شارك، لازم يمشي الحال إن شاء الله. والله موضوع المشاركة هي خطيرة. هلا طلعت الشاشة ولا لا؟ ايه تمام طلعت. نعم طيب. هون شايفين هاي القاعدة اللي حكينا، ونرجع من شايفين حاطينها بالمستطيل انه ما في قاعدة بالنسبة للعلاجات بالنسبة للأورام. طبعا لكم يعني بالنسبة يعني بالنسبة لكم كطلاب طب وكأطباء، يعني ان الطالب هو متوقع تخرجه كجي بي بيسموه يعني جنرال براكتيشن،
جنرال براكتيشن يا طبيب عام، هذا أول ما بياخذ شهادة، بعدين إن شاء الله لما الله بييسر ويختص وكذا. في الأحوال يعني ما هو إنه طبيب أورام، لأنه حتى أطباء الأورام ما عندهم قاعدة، وإن كل مريض وكل حالة مختلفة، ومثل ما شايفين الباتنين يكون العلاج بيعملوا له جلسات بيشترك فيها أكثر من طبيب والجراحين مع الكيما مع الأشعة، لحتى يحددوا شو حياته وشو العلاج ومين قبل ومين بعد، وقديش النمط وقديش جرعات وقديش جلسات. إذا هذا يعتمد على أمور كثير، نمط المرض، مرحلة المرض، الحالة العامة للمريض. هلا في عندنا هون حالات خاصة ممكن كمان نتعرف عليها، إن نحن ما بصير علاج إلا إذا كان في خزعة، لأنه لازم خزعة مشان نشخص، شلون نشخص إنه هذا ورم. ولكن في حالات خاصة بيكون فيها ظاهر على التصوير الشعاعي إنه في عندي انضغاط، في عندي ميكانيكيا في أمور إسعافية لازم تدخل فيها، وبالتالي بيعملوا فيها الأشعة. لما يتحسن الوضع ممكن بعدين ياخذوا خزعة، مثل حالات انضغاط النخاع الشوكي، هذا بيكون يعني بأي لحظة ممكن يصاب بالشلل، لا سمح الله، صلى الله عليه وسلم، العفو والعافية. إنه لما بعض الأورام والحالات اللي بيكون فيها سواء موضعي أو انتقالي أو ضاغط على النخاع الشوكي، ممكن ولحقوه بالتصوير وشافوا إنه لسه على وشك إنه الشلل، ممكن يعملوا له الأشعة حتى قبل ما يطلع خزعة. الأورام اللي بجذع الدماغ طبعا من الصعب أخذ الخزعة، لأنه في مراكز تنفس نوع أعصاب، وأي يعني وخز ممكن بحد ذاته يعمل خلل وشلل. انضغاط طرق التنفسية نفس الشيء، انضغاط وريد الأجرف العلوي والنزف. هاي الحالات لما يكون أورام نازفة، أورام ضاغطة على الأوعية الكبيرة، هاي كمان ممكن يطبقوا العلاج الإسعافي حتى قبل الخزعة. طيب شو أنواع الأجهزة المستخدمة بالمعالجة الشعاعية؟ إن نحن عندنا الأشعة السينية، هذا كان موضوع كلاسيكي وكان قديمة شوي. بعد من أجهزة الكوبلت، منابع شعاعية من العناصر الطبيعية، عناصر المشعة، وممكن يعطي أشعة جاما. تذكروا إن السينية هي صناعية أشعة جاما، هي تيجي من العناصر الطبيعية، تستخدم معالج العميقة والسطحية. تذكروا إن الإلكترونات عميقة، الإلكترونات السطحية عبارة عن منبع شعاعي تمام، وله حامل مغلف بالرصاص. المشكلة شو هي بهي الأشعة بشكل عام كلها، سواء السينية الطبيعية أو الصناعية، يعني جاما أو سينية، إنه ضبط الساحة صعب. ليش؟ لأنه يعني معناته أنا ما حأحسن أقول إنه هذا الورم بس، أنا إني أعطي على الورم بس، معناته حأخذ حواف من خلايا ونسج طبيعية، رسم الساحة ما بيكون فيه دقيق، ومو ممكن ضبط الجرعة، وبالتالي آثاره جانبية أكثر، وهذا اللي كان فيه إنه يصير التأثر الخلايا الطبيعية أكثر. هلا طلعوا بعد منا، سبحان الله، بتم دائما الأمور بتتم بالتطور التدريجي. الأجهزة الأحداثية والمسرعات الخطية بتولد فوتونات الكترونات، ومثل ما قلنا الإلكترونات للمعالجة الأورام السطحية والفوتونات لمعالجة الأورام العميقة، وبالتالي هذا يعني أعطانا نفس الميزة تبع السينية، وأعطانا الكوبالت إنه مصدر الفوتونات. ميزات المسرع الخطي هذا الحديث إنه عنده نوعين من الأشعة، إلكترونات لأورام سطحية وفوتونات لأورام عميقة. ممكن إني أحدد الجرعة الملائمة للمريض، وتحكم بالمسافة، وتحكم بشكل الساحة العلاجية. إذا تخطينا هذا العوائق اللي كانت بالأجهزة القديمة، ومعالجة قاعدة مداخلة مشان ما يتم التركيز على نفس المكان، بالتالي الخلايا السليمة المحيطة فيه تتأثر أكثر، بيروحوا بيعددوا من أكثر من أماكن عشان تخفيف التأثير على الخلايا السليمة. معالجة الخطية الأورام عشان الأورام الصغيرة جدا، وصار في شيء اسمه أتمتة. هلا بتعرفوا شلون واحد بده رسمة، بحط الرسمة على الكمبيوتر بيربطها، ممكن تطلع نفس الرسمة أو الطابعات ثلاثية الأبعاد أو أشياء هيك، ببرمجة إنه كلها بينطبع في الربط
هون صار ربط الأجهزة التصويرية مع الأجهزة العلاجية، يعني شلون بيصور السي تي سكان أو الجهاز اللي عم بيسوي الورم بنفسه بنفس حذافيره بنفس الدقة، بتنتقل بنفس المعطيات بنفس البراميترز على العلاجي بحيث إنه تكون أكثر دقة. نعم. هلا طبعا هي مو الملحقات اللي هو جهاز رسم الساحات اللي بيعطيني انه مثل ما قلنا انه يرسم لي ويدخل لي الداتا والابعاد الكتل والورم بشكل دقيق، وجهاز حساب الجرعه طبعا الوحده هي كانت بالراد، هلا غالبا بتقاس بالجرين، 1 جرين هو بالمية راد، وطبعا ما بيعطوها، بيحاولوا انه تكون على جلسات انه تجزئة عشان تخفيف اثار الجانبيه، ونفس الوقت التجزئة انه بيعمل تراكم بالتاثير وبيؤدي المطلوب، لانه الاختلاطات طبعا مسهله بعض العلاجات الشعاعيه، في اختلاطات مؤقته ردوده يعني بتزول مع زوال العلاج الشعاعي، بتتساقط اشعار التهاب موضعي وهكذا، اما في اختلاطات دائمه. ومن اهمها واشهرها موضوع العقم، يعني خصوصا إذا كان الشيء قريب أو على الخلايا التناسلية نفسها. طبعا الأجهزة اللي فيها تكاثر، خلايا متكاثرة مثل الأجهزة العصبية، الأمعاء في كمان تكاثر، نقي العظام خلايا متكاثرة كمان بتكون أكثر تأثرا، يمكن التخفيف منها من إدخال الجرعة من عدة مداخل وعلى عدة جلسات. الوقاية هلا نحن نعرف إنه وقاية بشكل عام، يعني الوقاية بيقول الواحد لازم يقول الأشعة، حتى أشعة الشمس وقاية، مصادر الأشعة وقاية حتى الطبيعية منها كونية وغيره وهكذا. هلا اللي كمان بيتعرضوا للأشعة، حتى الأشعة التصويرية كمان لها تأثير أشعاعي سواء كمريض أو كالطاقم الصحي. ومن هون يعني نيجي للأجهزة التصويرية من ناحية الوقاية، إنه نلجأ أول شيء للتصوير بالأشعة، يسموه مثل ما قسمناها بالأول الغير مؤينة، اللي هي مثل إيكو ميرنان تصوير حراري. أما الاستقصاءات اللي بتستخدم الأشعة المؤينة فهي مثل ما قلنا الإكس راي تبع الأشعة السينية، التصوير الظليل بيستخدم في مادة ظليلة، السي تي سكان الطبق المحوري، التصوير النووي بالجاما كاميرا أو الكاميرا البوزيترونية، هدول كلهم أشعة معينة. شو يعني أشعة معينة؟ يعني لازم يكون استخدامه محسوب، مو يلا كل ما خطر على بالي لو يبعتوه على السي تي سكان، كل دخلت للمريض على السي تي سكان حياخذ جرعة عالية من الأشعة المعينة، وبالتالي التراكمها حيكون في له تأثير مضر على المريض. هذا عم بحكي من أبسط شيء. وهذا أما بالنسبة للعلاج الشعاعي، طبعا المبدأ انه يكون اقصر مدة تعرض فيها الأشعة بأقل جرعة ممكنة، ويحاول طبعا انه ما يتعرض بشكل غير مبرر، وحتى الطاقم الصحي وبتشوفوا بقى يعني بتعاملوا بالأشعة بكم ان شاء الله بإذن الله، بتشوفوا بالمشافي طبعا اللي فيها شوي يعني استعدادات، بتلاقوا من اول ما بتشوفوا على المريول تبع الممارس الصحي في هيك جهاز اسود معلق، وله بتعرف انه هذا بيشتغل بالاشعه، اما مصور او فني اشعه او بالعلاج الشعاعي، لانه هدول محسوبين لازم ما يتجاوزوا دائما، هي بتكون مربوطه ببرامج وبتحدد لهم اذا تجاوز الحد المسموح فيه طبعا بيصير في خطر، في تعامل خاص موضوع ممكن انه لانه طبعا اذا ما متوافر بيعملوا لهم فحص كل فتره وفتره وكذا. إذا حتى الممارسين الصحيين بكون أنتم كأطباء، إذا الله يسر كان كتب لكم كنتوا اشتغلتوا بشيء له علاقة بالأشعة سواء من ناحية التصوير أو من ناحية العلاج، أيضا يعني بده يكون في الأماكن اللي يستخدم فيها لازم يكون في احتياطات، تكون إجبار من الرصاص في واقيات الرصاص، في لازم يلبسوا الفني تبع الأشعة الدكتور كذا، لازم إذا كان يحاول ما يكون خارج الساحة، وإذا اضطر لازم يكون لابس، حتى المريض بيلبسوه من واقيات رصاصية مشان ما يتعرض إلا بأقل قدر بأخف ساعة ممكنة. وبالتالي مشان هيك التصوير الشعاعي بتلاقي يعني حتى مرضى الأورام وحتى اللي بيحتاجوا يعني بين 3 ل 6 شهور
مو انه كل شوي وبتاني بيروحوا بيعملوا له صورة. هيك تقريبا كنا احنا حكينا عن المعالجة الشعاعية. اذا احد عنده سؤال يتفضل. الله يجزيك الخير، يعطيك العافية دكتورنا. وإياكم، بارك الله بكم. طيب، موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى على خير إن شاء الله. الحمد إن لله، شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين، استودعكم الله تعالى. خيرا، استودع دكتورنا، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.